بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي يستفتح الخير كله باسمه وتغلق أبواب الشر كله باسمه. سبحانه لا نحصي ثناء عليه. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. ملء سماواتك وملء أرضك وملء ما بينهما وملء أي شيء بعد. وزينة سماواتك وزينة أرضك وزينة ما فيهما وزينة ما بينهما وزينة أي شيء بعد. وعدد ما في سماواتك وعدد ما في أرضك وعدد ما بينهما وعدد أي شيء بعد. اللهم لك الحمد كما أنت له أهل بعدد ما أحصاه قلمك وأحاط به علمك ووسعت كلماتك واشتملت عليه آياتك. سبحانك ربنا لا نحصي ثناء عليك. أنت كما أثنيت على نفسك لك الحمد قبل الخلق ولك الحمد عند الخلق ولك الحمد بعد الخلق بعدد كل ما في دقائق الوجود. ودل عليه كل شاهد ومشهود. تعجز جميع الكائنات عن إحصاء حمدك واستقصاء شكرك. نستغفرك ربنا ونتوب إليك بكل الأوزار والخطايا ونشهد أن لا إله إلا أنت شهادة لا تنقطع، كما شهدت بذلك ألسنة حال مخلوقاتك. أنت الأول ليس قبلك شيء، وأنت الآخر ليس بعدك شيء، وأنت الظاهر ليس فوقك شيء، وأنت الباطن ليس دونك شيء. ونشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبدك ورسولك أرسلته بدين الحق لتظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على عبدك ورسولك محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بعدد أنفاس الوجود، وسلم عليه وعليهم أجمعين صلاة وسلاما مستمرين أبدا منذ بداية الخلق وإلى أن ترث الأرض ومن عليها. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك من كل ما ألممنا به ووقعنا فيه وقارفناه من الذنوب والخطايا والأوزار. اللهم إنا نسألك أن تحط عنا وزرها وأن تطهرنا منها تطهيرا كما يطهر الثوب الأبيض من الدنس. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك من ذنوب الليل وذنوب النهار ومن ذنوب السر ومن ذنوب العلانية. ومن ذنوب الأقوال والأعمال والنوايا الخفيات وكل ما خطر لقلوبنا وألم بخواطرنا مما لا يرضيك منا. اللهم إنا نسألك متوسلين إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وكلماتك التامات التي لا يتجاوزهن بر ولا فاجر، ونسألك متوسلين إليك بكل ما يرضيك التوسل به إليك، ونسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نسألك ربنا كما أحصيت ذنوبنا أن تغفرها جميعا، وكما أحصيت عيوبنا أن تصلحها جميعا، وكما أحصيت سوءاتنا أن تسترها جميعا، وكما أحصيت سيئاتنا أن تمحوها جميعا، وكما أحصيت خطايانا أن تكفرها جميعا، وكما أحصيت حاجاتنا أن تقضيها جميعا، وكما أحصيت أمورنا أن تسددها جميعا، وكما أحصيت سؤلنا أن تمن بها علينا جميعا، وكما أحصيت دعاءنا أن تستجيبه جميعا، وكما أحصيت رجاءنا أن تحققه جميعا، وكما أحصيت بلاءنا أن تكشفه جميعا، وكما أحصيت ضره أن تصرفه جميعا، وكما أحصيت أمراضنا وأسقامنا أن تشفينا منها جميعا، وكما أحصيت ديوننا أن تقضيها عنا جميعا، وكما أحصيت تبعاتنا أن تخلصنا منها جميعا، وكما أحصيت همومنا وغممنا أن تنفسها جميعا، وكما أحصيت كروبنا أن تكشفها جميعا، وكما أحصيت أعداءنا أن تنصرنا عليهم جميعا. اللهم أنت المحصي لكل شيء، لا يفوتك شيء مما في الأرض ولا في السماء ولا في أي رجل من أرجاء الوجود ولا في أي خفية من خفايا الكون.
تعلم ما في أطباق الظلم وما في تضاعيف الخفايا، وتعلم السر كالجهر والخفاء كالعلانية، وتحصي كل ما طلع عليه الليل والنهار، ودارت عليه دوائر الأحوال. أحاط علمك بكل كائن وبكل ما سوف يكون وبكل ما لم يكن أو لو كان كيف يكون. وأنت ربنا تعلم ضرنا وما نزل بنا وبأرجاء أرضك جميعا من الضر الذي عجزت قدرات خلقك أن ترد ذرة منه أو ما دون ذلك، وجمدت دون ذلك وسائلهم جميعا، وتعطلت دونه أسبابهم جميعا. فأنت الذي قدرته وأنت وحدك ترفعه وتصفه عنا وعن عبادك جميعا. اللهم إنا نسألك أن تصف عنا هذا الضر بقدرتك ومنك وفضلك وبرك بنا ونعمتك علينا ورحمتك بنا. اللهم إنا نتمثل إليك بتضرع ما نعلمه وما لا نعلمه مما يجأر إليك ويبتهل إليك في صرف هذا الضر وكشف هذا البلاء. اللهم إن بيوتك في أرضك تكشكو من أقفارها من ذكرك وتعبد طيل صلواتك فيها وتوقف الجمعات والجماعات عنها. اللهم إن نسألك أن ترد إليها أنسها بركوع الراكعين وسجود الساجدين وذكر الذاكرين وتلاوة التالين بين جنباتها، فقد انقطع عنها زوارها ونأى عنها عمارها، لا رغبة عنك ولا عن بيوتك ولا عن ذكرك فيها، ولكن خشية العدوى واتقاء للضرر. اللهم ردنا إليها ردا جميلا، وقد أوفينا بكل بلاء وبمنت علينا بكشف كل ضر وصرف كل محنة وجلاء كل هم وغم وتنفيس كل كرب. اللهم رد أنسنا بها وأنسها بنا، ووفقنا فيها لإقامة الصلوات واستدامة ذكرك وتلاوة كتابك وإقامة الجمعات والجماعات من غير انقطاع. اللهم إن بيتك المحرم وحرمك الآمن انقطع عنه زواره وانصرف عماره الطائفون والقائمون والعاكفون الركع السجود. اللهم ردنا إليه وإلى مشاعرك المعظمة ملبين محرمين مستجيبين لدعائك ومتشرفين بزيارتك ومستمتعين بمشاهدة بيتك الذي تؤنسنا مشاهدته ويشرفنا الطواف به، ونحن في كل ذلك نسبح بحمدك ونردد ذكرك وشكرك على ما مننت به علينا من نعمة الصحة والعافية والأمن والأمان والسكينة والإطمئنان وكشف الضر ورفع البلاء وإحلال الأمن في قلوبنا محل الخوف والسكينة في نفوسنا محل الاضطراب. اللهم إن عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وهممنا وسائقنا وقائدنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ذكرنا منهم ما نسينا وعلمنا منهم ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اكشف به كروبنا ونفس به همومنا وغمومنا، وأنزل به السكينة على قلوبنا والطمأنينة في نفوسنا، واجمع به شملنا واحفظ به ألفتنا وألف به بين قلوبنا وارفع به أقدارنا ويسر به أمورنا، وانصرنا به على أعدائنا واستخلفنا بسلطانه في أرضك كما استخلفت من قبلنا من عبادك الصالحين، ومكن لنا ديننا الذي ارتضيته لنا، وأبدلنا بخوفنا أمنا وبذلنا عزة وبفقرنا غنى وبتشتتنا وحدة، واجمعنا على كلمتك وألف بين قلوبنا بطاعتك. اللهم أبدلنا بكل ضعف قوة وبكل مرض صحة. اللهم نسألك أن تعافينا
وأن تعافي كل مسلم ومسلمة، وأن تعافي عبادك جميعا، وأن ترفع هذا البلاء عنا وعنهم جميعا. اللهم ثقل بالقرآن الكريم موازيننا، وبيض به وجوهنا، وآنس به وحشتنا في قبورنا، وارزقنا بسببه الورود على حوض نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم من علينا بجواره في جناتك جنات النعيم. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي ألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن أيسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاة يتبعها فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وشماتة الأعداء، وغلبة الدين، وقهر الرجال، وسوء الحال، وشر المآل في الدنيا وفي الآخرة. وصف عنا الوباء، اللهم صف عنا الوباء والضراء والقحط والغلاء، وعافنا في ديننا ودنيانا، وفي حياتنا ومماتنا، وفي دنيانا وآخرتنا. اللهم عافنا في أنفسنا وأبداننا وأموالنا وأهلينا وأولادنا، واكشف عنا وعنهم الضر أجمعين. اللهم اقض على هذا الوباء، اللهم اقض على هذا الوباء، اللهم اقض على هذا الوباء الذي أقلق النفوس وأزعج القلوب، وتقطعت بسببه الصلاة التي أمرت بوصلها، وتعطلت الأعمال التي هي قوام الحياة. اللهم صف عنا واقض عليه، وارفعه عن جميع أرضك، حتى لا يبقى له بين الناس ذكر، ولا يعرف له عندهم خبر ولا خبر. اللهم إنا نسألك بلطفك الذي غمر الوجود، ورحمتك التي وسعت كل شيء، أن تتداركنا جميعا بألطافك ورحماتك، وأن تديم علينا نعمتك، وأن ترفع عنا مقتك وغضبك، وأن لا تهلكنا بما فعل السفهاء منا. اللهم احفظنا في ليلنا ونهارنا، وفي سفرنا وفي حضرنا، وفي حرنا وفي ترحالنا، وفي ذكرنا وفي غفلتنا، وفي نومنا وفي يقظتنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، ونجاة من النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، ونعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، ونعوذ بك من فتن المحيا والممات، ونعوذ بك من المأثم والمغرم. اللهم احفظنا من بين أيدينا، ومن خلفنا، وعن أيماننا، وعن شمائلنا، ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الواحد الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. نسألك ربنا أن لا تدع لنا ولا لأحد من المسلمين والمسلمات في مقامنا هذا، ولا في أي مقام، ولا في أي مكان، ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا أصلحته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا علة إلا شفيتها، ولا داء إلا داويته، ولا ضرا إلا صرفته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مهموما إلا نفست عنه، ولا مضطرا إلا كشفت ضره، ولا غائبا إلا حفظته وإلى أهله رددته، ولا ضالا إلا إلى الخير هديته، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا ملما إلا دفعته، ولا عدوا إلا قصمته، ولا حاسدا إلا كبته، ولا دعاء إلا استجبته، ولا رجاء إلا حققته، ولا بلاء إلا كشفته، ولا عملا إلا من كل الشوائب خلصته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا صلاح ومنفعة إلا قضيتها ويسرتها في يسر منك وعافية. اللهم اجعل الموت خير غائب ننتظره،
والقبر خير بيت نعمره، واجعل ما بعده خيرا لنا منه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك ربنا لما لا نعلمه. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل، ونسألك الخلاص في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نشكو إليك ما لا يخفى عليك، ونطلب منك ما لا يعز عليك. علمك بحالنا مغن عن سؤالنا، يا عالما بالجملة يا غنيا من التفصيل. اللهم إنك جعلت الشباب في كل أمة من الأمم هم عبادها وقوتها وزهرتها وبهجتها، فنسألك يا ربنا بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تصلح شبابنا وشباب المسلمين جميعا، وأن تهديهم إلى الخير، وأن توفقهم للطاعة، وأن تورثهم العزة بالإيمان والإسلام، وأن تباعدهم عن سفاسف الأمور، وأن تمن عليهم بالعفة والطهارة والنزاهة من كل الأعمال السيئة، وأن تجعلهم أتقياء بررة، إنك ربنا على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك أن تورثهم العفة جميعا ذكورا وإناثا، وأن تغني فقراءهم، وأن تزوج عزابهم، وأن تمن على كل باحث عن عمل منهم بعمل يناسبه، وأن تمن عليه بالرزق الحلال الطيب، وأن تورثهم اللهم كل خير، إنك ربنا على كل شيء قدير، وإنك بالإجابة جدير، نعم المولى ونعم النصير. اللهم أصلح رجالنا ونساءنا، ووفقنا وإياهم جميعا للهدى والتقى والصلاح والاستقامة. ونسألك ربنا أن تجمع أمة عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم على ما تحبه وترضاه. اللهم ألف بين قلوبهم جميعا، واقض على كل ما بينهم من فتن ومحن، وأورثهم المحبة والوفاق والألفة وحسن العشرة فيما بينهم. اللهم اجمع شملهم، ووحد كلمتهم، ووحد صفهم، وألف بين قلوبهم، إنك ربنا على كل شيء قدير. اللهم اقض على ما بينهم من الحروب والفتن، إنك ربنا على كل شيء قدير. وأصلح ولاة أمورنا وأمورهم جميعا، واجعل أمرنا وأمرهم في من خافك واتقاك واتبع كتابك واقتدى بسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أبرم في أمة الإسلام جميعا أمر صلاحا ورشد، يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، ويحكم فيه شرعك، وتنفذ فيه أحكامك، وتقام فيه حدودك، إنك ربنا على كل شيء قدير، وإنك بالإجابة جدير، نعم المولى ونعم النصير. اللهم ربنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نسألك ربنا أن تخلص المسجد، أن تخلص المسجد الأقصى أولى القبلتين ومسرى سيد الثقلين صلوات الله وسلامه عليه من أيدي المستبدين، أيدي المغتصبين، أيدي المحتلين، وأن تجعله في أيدي عبادك المؤمنين القائمين بأمرك المطبقين لشرعك الركع السجود الموفين بالعهود، إنك ربنا على كل شيء قدير. اللهم خلصه وخلص كل من حوله من عبادك من سلطات المحتلين، وأطلقهم من نيرهم، ومن عليهم باليسر. اللهم وخلص المسلمين جميعا في مشارق الأرض ومغاربها من قهر الجبارين الطغاة ومن نيرهم، وخلصهم من كل السلطات الباغية، وخلصهم من حقد الحاقدين. اللهم أعزهم جميعا من حقد الحاقدين، وانصرهم عليهم، واجعلهم آمنين مطمئنين، إنك ربنا على كل شيء قدير. اللهم اهدنا واهدهم، وأصلحنا وأصلحهم، وأغننا وأغنهم. اللهم أبدلنا وإياهم بكل
بكل فقر غنى، وبكل تشتت وحدة، وبكل خوف أمنى. اللهم اجمع أبدنا جميعا بكل ذلة أزى، إنك ربنا على كل شيء قدير. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان. سبحانك ربنا لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ربنا ونتوب إليك ونعول في إجابة دعائنا عليك، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا طرقنا بابك وأممنا جنابك، فلا تردنا ربنا خائبين. اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين. اللهم صل وسلم وبارك عدد أنفاس مخلوقاتك وملء أرض وسماواتك وسعة ملكك وملكوتك على عبدك ورسولك محمد صلاة وسلاما لا ينقطعان أبدا في الدنيا ولا في الآخرة، عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.